حالات إصابة جديدة بفيروس الإنفلونزا A H1N1، وهو ما يطلق عليه إنفلونزا الخنازير، من الأجانب المقيمين داخل المبنى الخاص لطلبة الجامعة الأمريكية بالقاهرة بالزمالك، وذلك في إطار المسح والتقصي الوبائي لجميع الموجودين بالمبنى. وقد تم نقل 5 مصابين إلى أحد مستشفيات القاهرة لتلقي العلاج منذ 1:30. لازال المبنى الخاص بالجامعة الأمريكية بالزمالك تحت الحجر الصحي حتى يتم التأكد من خلو جميع الموجودين من العدوى من خلال المتابعة اليومية على مدار 24 ساعة. هناك فريق من القطاع الوقائي في وزارة الصحة مقيم داخل المبنى لمتابعة الموجودين داخل المبنى على مدار 24 ساعة، والإجابة عن استفسارات جميع الموجودين في المبنى من مصريين وأجانب. للمزيد من المتابعة معنا على الهاتف دكتور نصر طنطاوي، المستشار بمنظمة الصحة العالمية. دكتور نصر، يعني حدثنا في البداية عن رؤية المنظمة للإجراءات التي تقوم بها وزارة الصحة المصرية. الحقيقة أنه الإجراءات في جمهورية مصر العربية ربما تختلف كثيرا عن الإجراءات في الدول اللي حصل فيها انتشار جغرافي واسع للوباء. الإجراءات الاحتوائية بتبقى مناسبة جدا في حالة حدوث بؤر صغيرة جدا من المرض، وهي اكتشاف الحالات وعزلها وعلاجها والحجر الاختياري للمخالطين وأخذ عينات علشان الحالة اللي تثبت إيجابيتها بتستقبل علاج وتمنع من مقابلة ناس آخرين عشان منع نقل العدوى. وهذا الإجراء في الوضع الحالي بيشير إلى أنه الفيروس يمكن حصره في هذه البؤرة الواحدة، أنا بعتبرها بؤرة واحدة في مصر لغاية دلوقتي، وبعتقد أن ما تم اتخاذه من إجراءات وزارة الصحة يدخل تحت نظام الإجراءات الاحتوائية لوجود فيروس أو وافد إلى جمهورية مصر العربية. طيب دكتور نصر، نعم يا حضرتك بتقول أن هناك بؤرة واحدة، ولكن يعني هناك أيضا حالة من الخوف والحذر بعد اكتشاف حالات الجامعة الأمريكية، يعني هل هناك داعي لهذا القلق؟ أنا ما أعتقدش في داعي للقلق على الأقل في الوقت الحالي. أعتقد في الوقت الحالي المجتمع يجب أن يثق في قدرات وزارة الصحة اللي هي بتظهر كفاءة شديدة، يعني الحالات دخلت من المطار وهي ليس لها أعراض مرضية. نعم طيب، ولكن عن طريق كروت المتابعة تم تبعتهم في أماكن إقامتهم واكتشافهم. على ذكر المطار يا دكتور، يعني بعض الأصوات بدأت تتحدث عن عدم جدوى الماسح الحراري، وخاصة أنه لم يستطع اكتشاف هذه الحالات، ما رأيك؟ هذه الحالات التي دخلت من أمريكا دخلت وهي سليمة تماما، والكاميرات الحرارية تكتشف المرضى أو المصابين بارتفاع في درجة الحرارة. لكن عايز أقول إجراءات وزارة الصحة بمتابعة القادمين في منازلهم الذين لم تكتشفهم الكاميرات الحرارية إجراء مكمل وأدى للاكتشاف. طيب يعني أخيرا دكتور نصر، الإصابات حدثت منذ حوالي أسبوع، وبالتأكيد هذه الحالات كانت تتحرك، يعني هل هناك رصد للأماكن التي تواجدوا بها، وهل تحركهم هذا سيسهم في ظهور حالات إصابة أكثر؟ ما فيش شك أن هذا احتمال وارد، لأن تم فعلا الاستقصاء الحالات بوسط وزارة الصحة، وتم اكتشاف أن الحالات دي أو على الأقل حالة من الاثنين الحقيقة كانت يعني بتختلط وبتحضر بعض المحاضرات في الجامعة. لأن ما عليهوش أعراض مرضية، ووزارة الصحة حسب ما وصلنا من معلومات من عندهم أنهم فعلا بيبتدوا دلوقتي عن طريق الاستقصاء يصلوا إلى المخالطين لهذه الحالات ومتابعتهم، بما لا يمكن أن هو يؤثر على احترام الناس وحرية حياتهم. نعم دكتور نصر طنطاوي، المستشار بمنظمة الصحة العالمية، شكرا جزيلا لك. طلب الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء من وزارة الصحة وكافة الأجهزة المعنية تجديد إجراءات المتابعة والترصد للحيلولة دون اتساع نطاق عدوى فيروس إنفلونزا الخنازير. وقد تلقى رئيس مجلس الوزراء تقريرا اليوم من وزير الصحة حول تطورات الموقف بالنسبة لإنفلونزا الخنازير والجهود التي تقوم بها الوزارة وأجهزتها المختلفة لمنع اتساع نطاق العدوى.